الأستاذة عزة من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة كل عزة. كل سنة وحضرتك طيب دكتور. وحضرتك طيبة وبخير وبسلام. اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك. من فضلك أنا عندي سؤال بالنسبة للزكاة يا فندم. دلوقتي أنا عندي مبلغ يعني من المال حطاه والفوائد بتاعته أو العوائد بتاعته بحطها في كويس لحقتي نفسك العوائد بتاعته مش الفوائد. اتفضلي. فانا حطها في شقه، فانا دلوقتي بالنسبه للزكاه كنت حضرتك قلت لي 10%، فانا الحقيقه طلعت 10% في اخر السنه على كل المبلغ. فانا مش عارفه ازاي كل شهر اطلع، انا حضرتك كنت قلت مره لازم الواحد يطلع كل شهر. صح. انا مش عارفه. وبعدين مش بص عليك عندي... بص عليك دلوقتي اتفضلي. طب اتفضلي كملي يعني مش هيبقى عندي يعني المبلغ اللي انا كل شهر هطلعه، لان يا دوبك المبلغ بسحبه وبدفعه لقسط الشقه. ما قبل ما يعني. حاضر قبل ما تدفعي قسط الشقه طلعي 10% من الفلوس. طب اطلع ازاي؟ طب ما هو مش هيفضل عشان اطلع القسط يا دكتور. ما انا عايز اقول لك حاجه، ما احنا ما انا لازم اقول لك، انت هتطلعي 10% وتكملي من باقي فلوس الباقيه من فلوسك الشخصيه وتدفعي بيها القسط. طيب يعني لازم اطلع 10% كل شهر سنه. كل شهر. كل شهر. نعم. خلاص يعني لازم كل شهر، يعني انا طلعت خلاص السنه دي، طلعت الشهر اللي فات بتاع السنه خلاص كلها. خلاص فابدا خلاص من اول الشهر ده. بالظبط. من اول الشهر ده بقى بالزبط. ابدا اطلع ال 10%. تمام احسنت. خلاص عشان عليك. بس ابقى يعني قلبي يبقى مستريح يعني الموضوع ده. وما تقعديش تقلقي نفسك عشان احنا على وش وسوسه، عارف حضرتك لما الواحد فعلا فعلا فبلاش وسوسه لو سمحت. فعلا يا دكتور. عندي سؤال ثاني بقى. اتفضلي. لاحد قريبي يعني كان موصيني يعني ابلغه. اتفضلي. هو دلوقتي بالنسبة يعني للزوج إن هو سايبها وسايب بنتها وما بينفقش عليهم، وبعدين يعني وقاعد في مكان بعيد، وكل ما يكلموه يقول أنا مش جاي، طب تعالى أنا مش جاي، أنا مش هصرف، وشوية يقول كده وشوية كده. مش بص حضرتك، الجواز ده مش عزومة. الجواز ده مش عزومة. أيوه استني بس حضرتك، الجواز ده مش مزاج. نيجي أيوة. نقول له تعالى، والله يقول لهم لا انا مش جاي. ده اسمه والعياذ بالله تفريط في الواجبات، ومش ازمه تفريط في الواجبات كمان، ده اسمه نوع من انواع اهلاك النفس، لان هو في الحقيقه هو كده بيدمر حياته وبيدمر علاقته بالله سبحانه وتعالى، لان هو أيوة. في الحقيقه لازم يفهم ان الجواز دول يا ريت يسمع ان الجواز دوت نعمه من نعم ربنا، ومن كفران هذه النعمه ان الواحد يتخلى عن هذه النعمة. الجواز مش بس متعة، مش بس سعادة. على فكرة احنا عندنا وباء، الكلام اللي انا اقوله، عندنا وباء اسمه ايه؟ الجواز اللي ما يسعدنيش ويعدل مزاجي اسيبه، ده وباء، ده ملوش دعوة علاقة خالص بمعرفة الجواز. ده انت يا سيدي انت مش رايح تشتري حاجة من السوبر ماركت، فلو جات على مقاسك خلاص. مين قالك ان انت مش اللي عايز تتطور؟ بلاش نبهدل بعض ونأذي بعض. الجواز يا سادة دي حياة بنترقى فيها، وكمان بيحصل لنا نضوج. فإذا كنت انت دلوقتي مش سعيد، مين قالك؟ انا ياما في الشغلانة اللي انا فيها دي، شغلانة الإرشاد الزواجي، ياما شفنا ناس اتجوزوا ناس وبعد كده قالوا والله الجوازة ما بقتش فيها خير ولا حتى فيها سعادة، وبعد كده حسوا ان زوجته دي او زوجها دي هي نقطه النور اللي ربنا رزقها بيها في حياتها. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، عشان الجواز ما جاش على مزاجك تاثر فيه ابدا. حضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اعظم الاثم، يعني بقت كبيره اهو، ان من اعظم الاثم ان يضيع الرجل من يعول. وانا بقول لك اهو، لو كنت حاسس ان الجواز ده ما عدلكش دماغك، المشكله في دماغك مش في الجواز، المشكلة في قلبك اللي فيه أمراض. أمراض إيه؟ أمراض الأنا والإيجو. أنت إنسان أناني، لازم تتقي الله سبحانه وتعالى في بيتك وأولادك. بلاش الطريقة دي. الطريقة دي هي اللي ودت المجتمع في هو سحيقة. أولاد وبنات مش عارفين يعيشوا وبترتفع نسب غريبة في حياتهم. بلاش تدمروا أولادكم. اللي مش قادر انا بقول لكم، اللي مش قادر على الجواز ومش هيتأهل لجواز ما يتجوزش. احنا احسن لنا ان الناس تبقى من غير جواز بدل ما الناس تتدمر بهذه الطريقه. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجاتكم. انت مش هتخسر حاجه لو انك انت رحت اتدربت قبل ما تروح تتجوز.
عندك مشكله في الثقه بالنفس، عندك مشكله في الذات، روح ظبط المساله وبعدين روح اتجوز. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي مش قادر، اللي مش قادر على الجواز ما يتجوز. لكن نفتن الناس ونكون سبب للفتنه، نتقي الله سبحانه وتعالى في ده. فانا بقول لك اتقي الله في اولادك، واوعى تفتكر الديان لا يموت، كل حاجه محسوبه عليك، وخاصه فيما يتعلق باذى الناس. ده انت هتحتاج ان انت لما ترجع لاولادك تروح تقول لهم ارجوكم سامحوني، ولازم يسامحوك لان ده حقهم، لو ما صرفتش عليهم ده حقهم، وهيجوا يحاسبوك يوم القيامه على ذلك. ده مش استعداء للاولاد على الاباء، ده رد لدماغ، رد العقل الاباء في دماغتهم، عشان احنا ما بقاش المجتمع متحمل كل هذا التقصير. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون خصيم اللي بيضيع اهله وبيضيع اولاده.